طبعا اليوم راح نشرح الواجب مال الدكتور هاشم اللي انطانا اياه مال الحاسوب، فتحتاجون شوي تركيز لان اليوم راح يكون الشرح مع الاكسل مدموج مع معادلات رياضيه نستخدمها. فاول شنو منطينا هسه باللسته؟ منطينا 6 بيشنت مرضى يعانون يعني او يعني مسوي لهم فحص تريد يشوفون هل هم بيهم فيروس كورونا او ما بيهم فيروس كورونا. فمنطينا درجات حرارة مال اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث والرابع، ومنطينا عدة أسئلة. ذن الأسئلة لازم نجي نطبقها على ذني هذا الجدول. فأول سؤال دي يقول found the average temperature مال الأربع أيام، دي يريد المعدل مال الأربع أيام، يريد الراوندينج يعني القيم التقريبية. فإحنا أول شيء نجي نسوي نطبق شغلنا على patient، أو خلينا نقول نطبق شغلنا على خلية واحدة وبعدين نعمم على بقية الخلايا، نعمم على بقية المرضى. فأول شيء من نجي نطلع الأفرج، إحنا عرفنا إنه من نريد نسوي معادلة بأي خلية نحط علامة اليساوي. فإحنا نحط أول شيء علامة اليساوي، نكتب أفرج، راح تطلع عندنا ثاني وحدة أفرج. المعدل مال يا خلايا نحط له الخلايا مال day 1 day 2 3 4 وننطي انتر. اول شيء انطانا المعدل مال البيشنت الاول او مال ذن الخلايا الاربعه، انطانا المعدل اللي هو يكون 38.10. بعدين نعمم على بقيه الخلايا او على بقيه المرضى بهالطريقه هاي، نسحب من هاي النقطه الموجوده بالزاويه نسحب اللي جوا راح تعمم على بقيه الخلايا. القيمه التقريبيه هماتين نجي نريد نشتغل، نكتب هماتين راح تكون معادله، فنكتب يساوي ونكتب راوند ار او راوند، راح تطلع عندي الراوند مال يا خلية مال الخلية الاف 11 اللي هي مال الافرج، ناخذ همتين مال اول بيشنت. فناخذ نكتب اف 11 نحط لها النقطتين هاي نقطة وفارزة اللي راح تكون على حرف الكاف بالعربي، فنحط هاي ونكتب صفر بصفة ننطي انتر، راح ياخذ القيمة تقريبية. نعمم على بقية الخلايا مثل ما قلنا، راح يصير عندي بهالشكل هذا. بعدين السؤال الثاني يقول found اذا كان يعني يريد ان اذا كانت الحالة يعني اذا كانت درجة الحرارة مع البيشنت 38 او اعلى، يعني تكافئ ال 38 او اعلى ننطيها positive، ننطيها positive وغير هاي ننطيها negative، يعني اذا كانت اكيد اذا كانت اقل ننطيها negative. فهاي احنا هنا من صيغة السؤال يعني راح نحتاج المعادلة مال الاف اف كونديشن اذا تذكروها. فدي يقول اف اذا كانت تساوي 38 او اعلى بوزيتيف، اما اذا اقل من 38 راح تكون نيجاتيف. فاحنا نجي نحدد الخلية هاي على مود شغلنا شوي للشغل يكون اسهل، راح نجي منا على هاي العلامة المال الاف اكس انسيرت فانكشن، او نقدر نجي نلقاها بالفورمولا كذلك. فاحنا نجي على الانسيرت فانكشن نختار المعادلة مالتنا شنو هي راح تكون، راح تكون اف اف كونديشن، ننطي اوكي. نحدد الخلية مال اللي راح يكون شغلنا عليها، يعني احنا منين راح ناخذ المعلومات؟ اكيد راح ناخذها من المعدل، يعني اذا كان المعدل 38 او اعلى راح يكون شبي المريض، راح يكون مصاب، اما اذا كان اقل من 38 راح يكون شبي نيجاتيف غير مصاب. فاحنا نحدد الخليه اللي راح تكون اف 11، نكتب علامه الاكبر اللي هي على حرف الزاي بالعربي شيفت، وراح تطلع عندنا علامه الاكبر. اذا كانت اكبر او تساوي شقد 38، اذا كانت اكبر او تساوي 38 شنو راح تكون بوزيتيف. ننزل على المدرج او هذا الشريط الثاني نكتب عليه بوزيتيف بوزيتيف، وننزل على المدرج الثالث اللي هو اذا كانت اقل من 38 او غير هاي المعلومات، يعني لا هي تساوي لا هي اكبر يعني اقل، فش نكتب عليها النيجاتيف ان اي جي اي تي اي في، وننطي انتر طبعا هنا ونعمم على بقية الخلايا مثل ما سوينا. راح تعمم تشوفون انه هنا هنا اكبر من 38 طانا بوزيتيف، اقل من 38 نيجاتيف، وهنا كذلك، يعني الشغل مالتي مضبوط. بعدين السؤال الثالث ايش دي يطلب؟ اذا كانت الحالات عندي بوزيتيف اريدك
تنطيني عليهم رقم واحد، يعني البوزيتيف تحط لي عليه رقم واحد والنيجاتيف تنطيني عليه اكس. فاحنا مثل ما اشتغلنا همتين راح هاي همتين راح يكون على الاف كونديشن. فاحنا نجي على الاي انسيرت فانكشن، بالله دقيقه، راح نجي على الانسيرت فانكشن، حدد الخليه اللي نشتغل بها، انسيرت فانكشن اف، الخليه اللي راح نشتغل عليها راح تكون كذلك مال اف كونديشن اللي هي اللي طلعت لنا عندنا بوزيتيف نيجاتيف. فهو نفسه دا يقول اذا بوزيتيف انطوني واحد، واذا نيجاتيف انطوني اكس. فالبوزيتيف اذا كانت الاف داعش اللي هي مال بوزيتيف، اذا كانت الاف داعش تساوي، حدد لها هاي الاف داعش، اذا كانت الاف داعش تساوي شنو بوزيتيف، تحطون الشارحتين هذني على حرف الطاء بالعربي شيفت، وهاي حرف الطاء راح تطلع عندي هاي الشارحتين اللي هو كلش مهمة، هاي تكتب بوزيتيف بي او اس تي اي في. اذا كانت بوزيتيف يعني شنو، حط رقم واحد. اذا كانت نيجاتيف شنو نحط، نحط اكس، بعدين ننطي انتر. تشوفون هسه بوزيتيف صار عندي واحد، نعم على بقية الخلايا، البوزيتيف صارت واحد، النيجاتيف صارت اكس، والبوزيتيف واحد، يعني الشغل مالتي مضبوط. بعدين ال دا يقول calculate the number of patients which coronavirus disease، دا يريد المصابين هنا بهذا الحق، هذا ال none of patients يعني عدد المصابين. فاحنا المصابين حددناهم برقم واحد، تمام لهنا. فاحنا نجي معادلتنا راح تكون كاونت، معادله حسابات نريد نحسب، فنضغط هنا انا همتين انسيرت فانكشن كاونت، نقول له اوكي. نحدد الخلايا، طبعا القيمه اللي نريدها راح تكون واحد، ونحدد الخلايا اي من هنا، نحدد هذين الخلايا ونعطي اوكي. لحظه صارت عندي مشكله، كاونت هسه نكمل. وصلنا للسؤال مالي، يريد النيم النمبر اوف بيشنت، يريد لنا عدد المصابين بفيروس كورونا. انا حددنا مسبقا انه المصاب راح يكون عليه رقم واحد، والما بيشي راح يكون عليه اكس. فاحنا نجي هنا النون اوف بيشنت يعني النمبر، نضغط انسيرت فانكشن، اكيد راح تكون عندي حسابات ارقام، يعني راح نحسب عدد المرضى. فنجي ناخذ الفانكشن اللي هي الكاونت الحساب، نحدد الخلايا هذني، هو بس يعني مجرد انه تحدد الخلايا وراح يحسب لك عدد المصابين، راح يكونون اربعة، واحد اثنين ثلاثة اربعة. طبعا المطلب الاخير يقول لك يعني درجات الحرارة الاعلى ودرجات الحرارة الاقل، اكيد فراح يكون الفاكشن المطلوبة اللي هي الماكسيمم والمينيمم. الماكسيمم والمينيمم ايش راح نحدد، ان نضغط هنا انا ماتين فاكشن الماكسيمم هاي، نعطي اوكي. بعدين النمبر مال السيل حدد ذني من الوان داي للفور داي، نعطي اوكي، راح يطلع عندي الماكسيمم. نعمم على بقية الخلايا راح يطلع بهالشكل هذا. المينيمم نفس الحالة، ماتين انسيرت فاكشن والمينيمم طبعا ما يعني محتمل ان تكون ما موجودة، فاحنا شلون نجي ندرجها، علامة تساوي minimum min هاي راح تكون minimum، ونحدد الخلايا من حد 4 day، ننطي انتر، همتين اخذ المينيمم، نعمم على بقية الخلايا راح تكون بهالشكل. بعد الخطوة الأخيرة انه نظلل، مثلا هسه هنا انا عندي اعلى وحدة يعني اعلى درجة حرارة وين موجودة بها، بيشنت رقم 6. فاحنا نحدد هنا ونعطي غير لون، يعني ما ادري هو الديفولت مشتغل، نعطي غير لون، نحدده كذلك هنا نعطيها غير لون. وهنا هي اقل درجة راح تكون 35، هم مثلا نعطيها فد لون، هنا نعطيها اللون السمائي. هذا
وينها موجودة بالبيشنت الثاني هم كذلك. لهنا انتهى ان شاء الله الشرح مال الواجب. طبعا راح انزل لكم هو هذا الملف مال الدكتور على مود تشتغلون بديكم هماتين بالقناة، يعني خاف اكو بيعانون من مشكلة تحميل ما تلبل هذا النموذج، فهم راح انزله. نلتقيكم في فيديوهات اخرى ان شاء الله.